أخبار اليوم. الأسئلة برضو هي ما الدور اللي بيقوم بيه كل من؟ الدور دي تسمية، ده هنا سؤال مهم، دور وظيفة. ثاني أكسيد المنجنيز في العمود الجاف، لسه قايل من شوية أنا الخرصين في العمود الجاف، ده ثاني أكسيد المنجنيز. هنا ثاني أكسيد المنجنيز يعتبر كسود، يعني بيحصل عنده اختزال، يعني عامل مؤكسد. يبقى ما وظيفة ثاني أكسيد المنجنيز؟ اكتبها كده، ده يعتبر كسود، أي يحدث له عملية اختزال فهو عامل مؤكسد. عامل مؤكسد. مادة الفلورس بار في خلية صناعة الألمونيوم، مادة تستخدم في إيه؟ في صناعة إيه؟ لا، دي المادة دي في صناعة الألمونيوم مادة صهارة، بتخفض درجة الانصهار، بتوفر في الطاقة من 2045 ل 950. تابع معايا السؤال الجميل اللي بعده. هنا سؤال بقى مهم جدا، السؤال ده القاعدة لوشت ليه؟ اتزان كيميائي، اتزان أيوني. السؤال ده من أهم الأسئلة اللي أنت تذاكرها كويس وتفهمها. من التفاعل المتزن التالي وضح تأثير الضغط والحرارة. أنا هوضح كل حاجة بقى، ضغط وحرارة وتركيز. أفتكر معاك قاعدة لوشت ليه. يعني إيه قاعدة لوشت ليه؟ إذا أثر مؤثر خارجي على نظام في حالة اتزان، نظام يعني تفاعل في حالة اتزان، مثل الضغط، حرارة، تركيز، فإن النظام ينشط في الاتجاه اللي بيلغي أو يقلل هذا المؤثر. لازم يكون تفاعل متزن، يعني انعكاسي، يعني تفاعل غير تام، يعني تفاعل ديناميكي، يعني تفاعل شغال. أنا عندي التفاعل ده هنا H2N رابطة NH2 هيدرازين، اتحللت إلى N2 نيتروجين و2 H2، دلتا H إشارتها سالبة، هقف عند دي أولها، دلتا H سالب، يبقى التفاعل ده هو إيه؟ طارد، بيطرد حرارة، بيطرد الحرارة. همثل لك مثال صغير، معايا كوباية شاي همسكها في إيدي، كوباية الشاي دي سخنة، خلاص؟ إيديا إيه اللي حصل لها؟ هتسخن، هو بيطرد الحرارة، هو بيحصل له إيه؟ لما بيطرد الحرارة إيديا هتسخن، هو نفسه بيحصل له إيه؟ بيحصل له عملية تبريد ده. يبقى لو طارد للحرارة في اتجاه تكوين النواتج الطردي لازم يحصل عملية تبريد ده. أما في الاتجاه العكسي بيحصل له عملية تسخين. اعكس في التفاعل الإيه؟ الماس. يعني هنا يقول لي وضح أثر الحرارة، هشرح الاثنين، أقول له مع التبريد ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي، يعني اتجاه تكوين النيتروجين والهيدروجين، أما مع التسخين ينشط في الاتجاه العكسي، أي اتجاه تكوين الهيدرازين. يبقى تبريد مشي طردي، تسخين مشي عكسي. عرفت إزاي؟ دلتا اتش سالب يعني طارد، يبقى مع التبريد يصير طردي، مع التسخين يصير إيه؟ عكسي. أثر الضغط، أثر الضغط دخل بكم مول؟ مول واحد. خرج بكم مول؟ 3 مول. مول واحد يعني 22.4 من 10 لتر، 3 مول يعني الحجم زاد، دخل مول طلع 3، الحجم زاد، إيه اللي حصل للضغط؟ الضغط يقل. يبقى مع نقص الضغط يسير طردي، مع زيادة الضغط يسير إيه؟ عكسي. افهم معايا الضغط كويس. أنا همثل لك مثال صغير، بس المثال ده لينا إحنا عشان نفهم في الامتحان نجاوب إزاي، بس ده أثر الضغط لا ينطبق إلا على الغازات فقط. غازات فقط في إناء مغلق، في الغازات فقط في إناء إيه؟ مغلق. طب أنا معايا سفنجة، هي مش غاز بس عشان أفهم منها الضغط. السفنجة دي ضغطت عليها بإيدي، الضغط زاد، إيه اللي حصل للحجم؟ الحجم قل. يبقى الضغط زاد، الحجم قل. طب ما تقلل الضغط، الحجم بتاع السفنجة إيه اللي بيحصل له؟ بيبتدي يزيد. السفنجة دي يا أستاذ، ما تجيب زلطة كده بقى وورينا عضلاتك. حاضر، همسك الزلطة في إيدي وأدوس، حجمها إيه اللي حصل له؟ ثابت. يبقى الضغط ما أثرش. يبقى إيه؟ لو الحجم ما اتغيرش، ها؟ الضغط ما يأثرش. طب إمتى الضغط ما يأثرش؟ لو الحجم ما اتغيرش. إمتى؟ في بعض أنواع التفاعلات زي إيه؟ لو خدت مثلا هيدروجين زائد كلور، كون معاك 2HCl في إناء مغلق، إناء مقفول، غازات كلهم، مول ومول، 2 مول، طلعوا كم مول؟ 2 مول، دخل 2 خرج 2، يبقى الحجم هنا إيه؟ ما اتغيرش، يبقى الضغط ما يأثرش. يبقى متى الضغط لا يؤثر؟ إذا لم يتغير، يا أولاد، لم يتغير الحجم. لكن في التفاعل ده الحجم اتغير، اتغير في عدة اتجاهات. طبعا لو انا قللت ايه؟ الضغط، مشي التفاعل في اتجاه زيادة الحجم، زودت الضغط مشي في اتجاه نقصان الايه؟ الحجم اللي موجود عندي. اشرح مع الرسم تجربة عملية تثبت وجود الكربون والهيدروجين في المركب العضوي. اكتب معادلة التحلل المائي الايثوكسيد الصوديوم، موضح كيف يمكن الحصول على الناتج من كلوريد الايثايل. تعال نشوف اجابة السؤالين دول
بطريقة علمية جميلة. هنا نتعرف عليهم ونعرف ازاي انا بحضر او بكشف عن الكربون والهيدروجين في المركبات العضوية، ودي اساسية عندنا في الامتحانات، تعرف عليها كويس مع الرسم. طبعا لما تيجي ترسم انا عاوز رسمك في الامتحان ما ترسمش حاجة صغيرة، ارسم كبر، اكتب بياناتك. وده انا قلت الملاحظات دي قبل كده، من الاخطاء اللي بيقع فيها الطالب ان الرسم بتاعه صغير، يكتب بياناته بالجاف او ينسى البيانات خالص. ما ينفعش رسم، يعني لازم اكتب بياناتي عندها. ازاي بكشف عن الكربون والهيدروجين؟ الماده العضويه، انا بستخدم ماده عضويه، اي ماده عضويه. سنه 2009 جه سؤال قال له ايه، كيف يمكن ان تكشف عن الكربون والهيدروجين في قطعه من الخبز؟ قطعه خبز، طب ما هي دي ماده عضويه، يعني ازاي بكشف عن الكربون والهيدروجين داخل الماده دي العضويه؟ ادي الماده العضويه عندي، خلاص بحط معاها اكسيد نحاس اسود، يعني انا حاطط هنا ايه، ماده السي يو او، اكسيد النحاس الاسود زائد الماده العضويه. يعني انا معايا ماده عضويه، الماده العضويه حطيتها في الانبوبه وحط عليها اكسيد النحاس وهبتدي اسخن. في انتفاخ في الانبوبه اللي خارجه دي، فيها كبريتات نحاس لا مائيه لونها ابيض، وهنا في ميه الجير. ميه الجير ده اللي هو المفروض انت عارف رمزه سي اي او اتش باي 2 هيدروكسيد ايه، هيدروكسيد كالسيوم. يبقى معايا ميه جير ومعايا هنا الماده العضويه زائد اكسيد نحاس، هنا كبريتات نحاس لا مائيه، هسخن. بعد شويه الاقي كبريتات النحاس اتحولت الى اللون الازرق، تحولت الى ايه، الى اللون الازرق، كويس قوي، هنكتبها يعني بالازرق اهي باينه قدامنا عشان ما تنساهاش، تحولت للون الايه، الازرق. الماده العضويه خلاص اتحولت للازرق ازاي، كبريتات النحاس دي الماده الغير عضويه اللي عندي اللي هي كبريتات النحاس طلع عليها بخار الميه، هي الماده الوحيده اللي بتحولها من ابيض الى لون ازرق. معايا ميه جير، جوانب الجير دي هتبتدي تتعكر، مين اللي عكرها؟ اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون. هكتب بعد الرسم ما عملته المعادلات، كربون مع اكسيد نحاس كون ثاني اكسيد كربون ونحاس، اما الهيدروجين مع اكسيد النحاس في وجود حراره طبعا على الاسهم اداني بخار ميه، غاز ثاني اكسيد الكربون كان بيعكر ميه الجير، الميه كانت بتحول لون كبريتات النحاس اللامائيه البيضاء الى اللون الايه؟ الى اللون الازرق. يبقى انا رسمت الرسمه، كتبت معادلاتي، وضحت ايه اللي حصل. كان من ضمن الاسئله اللي موجوده عندنا او اخر سؤال عندي اللي هو ازاي من ايثوكسيد صوديوم اطلع كلوريد ايثايل. ايثوكسيد C2H5ONA زائد ميه اداني ايثانول، ايثانول مع HCl في وجود كلوريد خرسين لا مائي حصلت على كلوريد الايثايل وزائد الميه. ده النموذج الجميل بتاعنا، بس في ملاحظه انا اقولها لك، حتة جميلة جدا للمشابهة الجزيئية عشان ما تقعش في الامتحان. عندي المشابهة الجزيئية مهمة جدا، نوع جديد من الأسئلة، نوع جديد من الأسئلة. آخر سؤال معانا بعد ما خلص النموذج ده عندي، إزاي بتعرف على المشابهات الجزيئية؟ أنا أكتبها لك حتى بخط جميل كده، لو خط إيدي أحسن من الكمبيوتر طبعا. هنا تلاحظ معايا، أذكر المشابه الجزيئي لكل من الإيثانول، عاوز أطلع المشابه بتاعه، يصير ثنائي الميثايل C2H5OH CH3OH CH3. الجليكوز مشابه الجزيئي بتاعه الفركتوز، كمل بعد كده حمض الاسيتيك المشابه بتاعه فورمات الميثايل، هنا CH3COOH، هنا HCOOCH3. كحول بيوتيلي طبعا منهم ايه اللي هو يصير ثنائي الايثايل كحول بيوتيلي، انا ممكن اكتب كذا ايه مشابه ليه، واحد بيوتانول، اثنين بيوتانول، اثنين ميثايل، اثنين بروبانول، اطلع ايثير ثنائي الايثايل. ما تنساش وانت بتذاكر تراجع معايا على الجزء الاخير في الاستيراد اللي هو معايا مركب يسمى ايه ومركب يسمى ايه في الاستيراد في الاخر خالص، الاسبرين، الاسبرين وايه كمان، وزيت المروخ. بص معايا كده الحته الاخيره اللي بشرحها لك، حلقه البنزين اللي مرتبطه B-C-O-O-C-H-3 معاها OH، ده اسبرين ولا زيت مروخ؟ ده زيت المروخ، زيت المروخ، زيت المروخ، مادة تستخدم لعلاج الايه؟ الروماتيزم، للآلام الروماتيزمية، الدهان اللي بيمتص عن طريق الجلد. طبعا المادة دي فيها OH مجموعة مميزة. انت عرفت انا هسأل في ايه دلوقتي لما اكتب الاسبرين، الاسبرين حلقة البنزين اهي، ال المجموعة دي تحت
اهي COOCH3، فوق هنا المجموعه الثانيه المميزه COOH، ده ايه ده؟ ده حمض، المجموعه الحمضيه دي المجموعه الكحوليه، ده اسمه زيت المروخ، ده اللي هو اسمه الاسبرين. طبعا زيت المروخ ليه اسم علمي اسمه سلسلات الميثايل، الاسبرين ليه اسم علمي اسمه اسيتايل حمض سلسلة، سلسلات ميثايل، ايه؟ سلسلات ميثايل دواء اسيتايل حمض سلسلة. عاوز افرق بالاثنين، عاوز اميز بالاثنين. هنا المجموعة الوظيفية الـ OH هضيف محلول كلوريد حديد ثلاثي مع زيت المروخ يكون لون بنفسجي عشان الـ OH اللي موجودة. هنا بعمل كشف الحامضية، بحط كربونات أو بيكربونات الصوديوم، يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون نتيجة مجموعة الكربوكسيل. طبعا أنت محتاج تركز، التنبيهات الأخيرة اللي بنقولها بعد الأسئلة الجميلة اللي شفناها مع بعض اللي لمينا فيها المنهج بفضل الله، أنت تركز معايا على الطلاء، تنقية، صناعة الألمونيوم، إزاي بحضر ميثان، إزاي بحضر أسيدين، أسيتيلين، الرسم في الامتحان ما تستعجلش. لما تحل مسألة وأنا بحل مسألة بكتب القانون، بكتب خطوات الحل، بكتب التمييز في الآخر. عندي قاعدة لوشاتليه، قانون جولدبرج وفاج، قانون أوستيفالد، التلاتة دول درس التميق، تميق الأملاح، ده أنا بقول المنهج كله، دي الأجزاء المهمة اللي بتتكرر في الامتحانات. كلوريد أمونيوم تأثيره حمضي، كربونات صوديوم قلوي، عندك إيه كمان؟ مركب تاني من المركبات المهمة، محلول كلوريد الصوديوم، محلول أسيتات الأمونيوم، مركبات متعادلة التأثير على المحاليل العضوية أو غير العضوية أو الكواشف. عندي بالنسبة لأي مركب من الكيمياء العضوية كصيغة بنائية ركز اكتب الروابط صح. يا رب نستفاد من الكلام ده، وبالتوفيق ليكم جميعا، تابعونا وشوفوا مراجعاتنا على موقع أخبار اليوم إن شاء الله، وبإذن الله بالتوفيق للجميع، ويا رب ينفع بيكم إيه بلدنا كلها بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.